بسم الله. بما اني كنت اول واحد يتكلم عن الدايره دي في الويب سايت بتاعنا، واتكلمنا عليها قبل كده برضو من عده شهور في موضوع بعنوان طرق شحن الاي او او الكي بي سي الخاص باجهزه اللابتوب. الدايره دي لما تيجي تشتريها، اي حد هيجيب الدايره دي بتبقى مكونه من جزئين زي ما احنا شايفين. الجزء الاول بيبقى دايره الشحن، دي دايره الشحن. الجزء الثاني ده اسمه كيبورد مديول. الكيبورد ده هو اللي بيخلي او بيبقى فيه وسيله اتصال بين الدايره وبين البورده الخاصه باللابتوب او الاي او اللي موجود على البوردة الخاصة باللابتوب. الجزئين دول بيركبوا في بعض زي ما احنا شايفين كده. كده الدايرة جاهزة اللي هي تتعامل مع اي او. يمكن الدايرة دي مميزاتها اللي هي مش مربوطة بأرقام معينة من الاي اوهات زي الطرق التانية. يمكن اتكلمنا عن مميزات والعيوب، وممكن ترجعوا للموضوع ده في المدونة بتاعتنا. ايه تاني بيجي مع الدايرة دي؟ بيجي معاها عدة كابلات زي ما احنا شايفين. دي الكابلات اللي عن طريقها بتوصل بين الدايرة وبين البوردة او بين الكونكتور الخاص بالكيبورد. يمكن بمقاسات مختلفة، عندنا هنا كيبل 30 بن، عندنا هنا 24 بن و26 بن و25 بن و32 بن. ازاي الدايرة دي بتشحن الاي او؟ لو افترضنا ان احنا عايزين نشحن الاي او اللي على البوردة دي، ايه اللي بيحصل؟ احنا بنشوف الكيبورد عندنا هنا وليكن مثلا 30 بن، بنختار الكيبل الخاص بيها اللي هو 30 بن، بنوصل كده وبنوصله بالدايرة. عندنا هنا في الدايرة لو نلاحظ هنا عندنا هنا سوكت 25 وهنا سوكت 24 وهنا سوكت اسمه فيوتشر كونكتور. ده ممكن تشتغل عليه بأي بنات مش موجودة، أي عدد بنات مش موجودة على الدايرة. يعني أنا عندي مثلا 25 وعندي 24، والناحية التانية عندي 26 وعندي 30 وعندي 32، يبقى ده 30 ابتدي أوصله على الكونكتور الخاص بالدايرة برضو. ال 30 بن بيوصل بالشكل ده كده. طبعا هي فيها نفس الميزة بتاعة التوصيل، يعني بيجي معاها كيبل زي ده كده، ممكن برضو توصل من غير الفلاتة دي، ممكن توصل، لان طبعا الدايرة معمول حساب ان ممكن يكون في كونكتور مش موجود او انت ما تعرفش توفر له الفلاتة، لان مش دي كل الفلاتات اللي مفترض تشتغل على الدايرة، في فلاتات تانية بتشتغل عليها وما بتجيش معاها. بس احنا اتكلمنا عن الفلاتات اللي جاية مع الدايرة. ساعتها هتبتدي انت توصل البنات دي في الجزء الخاص بيها برضو اللي هي دي. اهو كده بتبتدي اللي انت تتعامل بشكل يدوي بين تو بين، تلحم على الاجزاء او البنات المهمة الخاصة بالايو. فكده الطريقتين الدايرة وفرتهم، الدايرة وفرت الطريقتين دول. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده ان الدايرة ليها 2 كيبل زي ما احنا شايفين، نفس اللي خالص ليها 2 كيبل زي ما احنا شايفين، واحد يو اس بي وواحد جراوند بيوصل بالارضي بتاع البوردة. كابلين زي دول بيوصلوا على الدايرة بالشكل ده. بتبتدي اللي انت تتعامل بالبرنامج بتاع الدايرة، هو اللي بيتيح لك اللي انت تتحكم في عملية البين تو بين، اللي هي مثلا بين رقم 26 تربطها مع البن رقم كذا من الاي او، البن رقم 15 مثلا تربطها مع البن رقم كذا، البن رقم 30 تربطها مع البن رقم كذا، انت عن طريق البرنامج. ويمكن احنا شرحنا الجزئيه دي كمان، وممكن ترجعوا للموضوع ده. هل الدايره ليها مميزات تانية؟ هي ليها ميزه تانية ملهاش علاقه بشحن الاي او، لكن خلينا نتكلم عليها. الكيبورد مديول برضو يعني مش وظيفته بس اللي بيوصل لك الدايره بالكونكتور الخاص بالكيبورد على بوردة اللابتوب، ممكن كمان اللي انت تجيب اي كيبورد لابتوب وبتختار عدد البنات الخاصة بالكيبورد زي ما احنا شايفين هنا، مثلا ده 26 بنوصله بالجزئية دي. طبعا بتوصل المديول برضو بتاع الكيبورد مع الدايرة وبتوصلهم على الجهاز. تبتدي تفتح البرنامج بتاع الدايرة، في اوبشن اسمه تيست كيبورد، ده هنتكلم برضو على الحاجات دي عملي بإذن الله في فيديوهات تانية.
لك الفيديو ده ان شاء الله هيبقى سريع بس كده تعريفي بالدايره. ابتدي اللي انا ادوس على الزراير الموجوده في الكيبورد وابتدي اللي انا اشوف نتيجه راجع من البك الموجوده على الدايره تبين لي الكيبورد ده شغال او مش شغال او في حاجه تالفه او في صف تالف او الكلام ده كله.